نقول له حسام تأكد صيدة وين متأكد برسل لي ذراك حاضر حاضر شكرا عم يا بعيد ما قصرت اياك الله زياد سم شو بغيت جتك رساله اي رساله اصبر بشوف غريبه راسل لي موقع خل اشوف بروح مشوار قريب وباجي تمام مشوار بجي معك طيب لا المشوار قريب خاص ما اقدر نوفتك بجي معك ما اقدر انا ما راح اطول ساعتين وبجي طيب ليش ما اخذ جوالي خلص خذ داخله معك طيب انا ساعتين وبجي بتطول لا اجي معك لا تكفي يا نواف شتابك؟ أقدر أدخل؟ أبي أتكلم معكم شوي. أبغى أعرف فواز أبوي وش سوالك علشان تنكب بتهمة ما له دخل فيها؟ علشان كان صادق أمين؟ أنت جاي تحقق معي ولا وش؟ لا ماني جاي حق معك بس وليد قال لي كلام وجاي يتأكد منه صح ولا يا وليد؟ طيب وإذا تأكدت وش بتسوي؟ تبلغ علي؟ ممكن حلو ما دام اللعب صار على المكشوف خل بهديك نصيحه لوجه الله ما ابي منها شيء نواف نصيحتي لك لا تبلغ لانك لو بلغت انت اول واحد بياكلها يعني الرسائل والملفات الغريبه اللي في جوالي انت اللي حاطها يا فواز تقدر تقول قالها راكان قال وليد خاين بس ما توقعت توصل لدرجة ان يجي يتمسكن عندي وادخل بيتي وادخل المكتب ابوي فوق كل هذا يحط الملف عشان يثبت تهمة على ابوي اهم شيء انه قام بالواجب واثبت التهمة على ابوك صح يا فواز صح قام بالواجب وانت قمت بالواجب اعترفت على نفسك وهذا التسجيل الحين بيروح للشرطة الله يوفقك انت بتخليه يمشي بالتسجيل من المشكلة؟ هذا اللابتوب عندي والآي كلاود حقه موجود هنا أقدر أحذف التسجيل بأي وقت بس فواز هذا مو جواله إيش تقول؟ جايبك تعال اركب ها تعال تركب ها تركب تعال انا والله العظيم انك مسكين وين بتروح تعال انت عبني من الصبح مراكض وبالنهايه تدقني بمسك وين الجوال بسرعه وشو هذا شو شنطتك كيف شنطتك بسرعه تعال
تعبني من الصبح مراكض ومتعب نفسك آخر شيء. تعبني إني بمسك. يلا يلا تحت تحت تحت. هذا جوالك. وخرج لك. عشان تعرف تهج. جرب تركض الحين. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.